السلام عليكم ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات الميديكال مايكروبيولوجي لطلاب الصيدلة المرحلة الثانية. محاضرتنا اليوم هي بكتيريا المكورات العنقودية أو ليستافيلا وكوكساي. في هذه المحاضرة راح نتناول عدة محاور اللي تشمل مورفولوجية البكتيريا ونموها، مقاومتها للمضادات الحيوية، عوامل خطورتها، أمراضيتها ووجودها السريري، طرق تشخيصها، وعلاج الأمراض الناتجة عنها. الصفات العامة لهذه البكتيريا، بكتيريا الستافيلا وكوكساي هي موجبة لصبغة جرام وشكلها كروي، عادة تنتظم في تجمعات غير منتظمة، تكون هذه التجمعات شبيهة بعناقيد العنب Grape Like Regular Clusters، تنمو على مختلف الأوساط الزرعية، تخمر الكربوهيدرات وتنتج الصبغات اللي تختلف أو تتباين من الأبيض إلى الأصفر الغامق. هذا هو شكل البكتيريا تحت المجهر اللي تكون قلنا عبارة عن تجمعات غير منتظمة على شكل عناقيد العنب Grape Like Regular Clusters. البكتيريا الكروية طرق انتظامها أما تكون خلية مفردة كوكس اللي هي خلية واحدة، أو تكون عبارة عن خليتين اللي هي ديبلوكوكساي، أو تكون ستافيلوكوكساي على شكل عنقود أو تركيب عنقودي شكل جرايب لايك اللي هي هاي البكتيريا اللي محاضرتنا اليوم ستافيلوكوكساي، أو تكون على شكل خيط من الخلايا الكروية اللي هي ستريبتوكوكساي المكورات المسبحية، أو تكون على شكل ثمان خلايا نسميها السارسنة، أو تكون على شكل أربع خلايا متقابلة نسميها التترات أو الرباعية. المكورات العنقودية مو كلها بكتيريا ممرضة، بعضها تكون موجودة بشكل طبيعي بالجسم لكن لا تسبب أي أمراض، اللي هي شو نسميها؟ نسميها النورمال مايكروبايتا أو النورمال فلورا. هذه موجودة بالجسم بشكل طبيعي دون تسبب بأمراض، موجودة قد توجد على الجلد أو بالأغشية المخاطية الميوكس ممبرانز، لكن لا تسبب أي أمراض. لكن بعضها تكون ممرضة اللي تسبب تقيحات سبوريشن أو تسبب الخراجات أبسز ومختلف الإصابات أو الالتهابات المتقيحة البيوجينيك انفكشنز، وأحيانا في الحالات المتقدمة قد تؤدي إلى أمراض قاتلة فاتل ديزيزز اللي هي مثال عليها السبتسيما اللي هو تسمم الدم أو انتان الدم. البكتيريا أو الستافيلوكوكساي الممرضة أكو فد أشياء تميزها اللي هي شنو؟ تحلل الدم هيمولايز بلاد، تخثر البلازما كوأجليت بلازما، وتنتج مختلف الإنزيمات والسموم الخارجية الأكستراسيور إنزيمز and toxins. هذا اللي يميز البكتيريا الممرضة عن غير الممرضة، يعني غير الممرضة النورمال مايكروبيوتا لا تحلل الدم ولا تخثر البلازما ولا تنتج الإنزيمات والسموم الخارجية. هاي الصور اللي على اليمين هي مثال على الإصابات الجلدية اللي تسببها بكتيريا ستافيلوكوكساي اللي هي إصابات متقيحة ومنها الأكزيما الجلدية أيضا ناتجة عن بكتيريا ستافيلوكوكساي. الشيء الآخر اللي يميز بكتيريا ستافيلوكوكساي تسببها بالتسمم الغذائي. أشهر أنواع التسمم الغذائي ناتج عن هاي البكتيريا، وسبب إفراز هاي البكتيريا لسم عوي أو انتيروتوكسين سم عوي ينتج بواسطة هذه البكتيريا ويكون هيت ستيبل اللي هو شنو؟ مقاوم للحرارة، ويسبب أشهر أنواع التسمم الغذائي. الشيء الآخر اللي يميز بكتيريا ستافيلوكوكساي هو ظهور صفة مقاومة المضادات الحيوية بشكل سريع. Staphylococci rapidly develop resistance to many antimicrobial agents. الجنس Staphylococcus
يحتوي على الأقل على 45 نوع بكتيري. من هاي 45 نوع بكتيري يوجد 4 أنواع نواجهها بشكل متكرر سريريا، اللي هي ستافيلوكوكوس أوريوس، أشهر أنواع جنس ستافيلوكوكوس، وستافيلوكوكوس فاليرمدس، وستافيلوكوكوس لاكدينانسيس، وأخيرا ستافيلوكوكوس سابرو فايتيكوس. نجي على أول أنواع الستافيلوكوكوس اللي هو ستافيلوكوكوس أوريوس أو المكورات العنقودية الذهبية. الشيء اللي يميز الستافيلوكوكوس أوريوس عن باقي أنواع ستافيلوكوكوس 45 قلنا هو أنه تكون كوأجوليز بوزيتيف اللي هي موجبة لفحص الكوأجوليز، يعني تنتج إنزيم الكوأجوليز. هذا الشيء يميزها عن كل الأنواع الباقية للستافيلوكوكوس. هذا الكوأجوليز هو شنو؟ عبارة عن إنزيم. كوأجوليز is an enzyme produced by S. aureus. شنو وظيفته؟ يحول الفايبرينوجين بالدم اللي يكون سوليوبل أو ذائب، يحوله إلى شكل غير ذائب insoluble اللي هو الفايبرين. لذلك الكوأجوليز شو يسوي؟ يخثر البلازما، يؤدي إلى تخثر بلازما الدم، لأنه يحول فايبرينوجين الذائب إلى حالة غير ذائبة اللي هو الفايبرين. الإصابة ببكتيريا الأس أوريوس شائعة جدا، لدرجة ماكو شخص ما مر بحالة إصابة. هاي الإصابات تتراوح بشدتها من الإصابات الطفيفة جدا أو البسيطة، اللي مثل هي الفود بايزنينج التسمم الغذائي، إلى إصابات الجلد الطفيفة، أو في الحالات الشديدة اللي هي السيفير، الحالة الشديدة المهددة للحياة، مثل حالة تسمم الدم السبتسيميا. إذن الإصابة بهذه البكتيريا شائعة جدا، لدرجة ماكو شخص ما مر بها حسب شدة حالة الإصابة. أبسطها هي التسمم الغذائي، وقد تكون لإصابات الجلد الطفيفة. من ضمن هذه الإصابات بعض أنواع حب الشباب ناتجة عن بكتيريا الستافيلوكوكوس أوريوس. أي بكتيريا تكون موجبة لفحص الكوأجوليز هي ممرضة، لكن اللي تكون سالبة لفحص الكوأجوليز أو الكوأجوليز نيجاتيف غالبا ما تكون هي نورمال مايكروبيوتا. طبعا البكتيريا الموجب السالبة لفحص الكوأجوليز ننمزلها اختصارا كو ان اس، كوأجوليز نيجاتيف ستافيلوكوكساي. لكن مو بسبب انه الكوأجوليز نيجاتيف هي تكون لا تسبب اصابات، قد تسبب اصابات sometimes cause infection. هاي الإصابات عادة تكون مرتبطة بالأجهزة المزروعة بالجسم، الأجهزة المزروعة بالجسم والأطراف الاصطناعية. 75% من هاي الإصابات الناتجة عن بكتيريا الكو ان اس أو الكوأجوليز نيجاتيف ستافيلوكوكساي هي ناتجة عن بكتيريا الأس إبيديرمدس، ناتجة عن بكتيريا الأس إبيديرمدس. الإصابات الناتجة عن باقي الأنواع اللي هي اللاكدينانسيز ستافيلوكوكس لاكدينانسيز ستافيلوكوكس وارنري ستافيلوكوكس هومينس وباقي الأنواع تكون أقل شيوعا. بكتيريا الأس سابرافايتيكس تكون شائعة نسبيا relatively common، تسبب إصابات القناة البولية urinary tract infections وين؟ في النساء اليافعات اليونغ وومن. شكل البكتيريا او مورفولوجيتها، البكتيريا من اسمها مكورات عنقوديه، اذا هي خلايا كرويه spherical cells. ابعادها او قطرها يتراوح 1 مايكرومتر، تنتظم في مجموعات شبيهه بعناقيد العنب clusters أو grape-like clusters. هاي البكتيريا غير متحركة، وسبب عدم حركتها أنه لا تمتلك عضيات حركة مثل الأصوات، ولا تكون السبورات. المكورات العنقودية بالمزارع الفتية يونغ كوكساي تصبغ
بصبغة جرام، وتكون موجبة لصبغة جرام بشكل واضح جدا، stain strongly gram positive. لكن بتقدم عمر المزرعة قد تميل بعض الخلايا إلى أن تصطبغ بشكل سلبي بصبغة جرام، اللي تكون شنو؟ جرام نيجاتيف. تنمو بكتيريا ستافيلوكوكس على معظم الأوساط الزرعية تحت ظروف هوائية أو ظروف تتطلب تراكيز قليلة من الأكسجين اللي سميناها المايكرو أيروفيلك. تنمو بسرعة تحت درجة حرارة 37 مئوية، والسبب لأنه هي ممرضة للإنسان. لكن لا تكون الصبغات أو تكون الصبغات بشكل أفضل في درجة حرارة الغرفة اللي هي 20 إلى 25 مئوية. طبعا تكوين الصبغات مهم جدا للتمييز بين أنواع الجنس ستافيلوكوكس. المستعمرات على الأوساط الصلبة تكون دائرية الشكل، المستعمرات تكون دائرية الشكل، ملساء، مرتفعة ولماعة. هذه هي أشكال المستعمرات على الوسط الصلب، وهذه هي البكتيريا تحت المجهر، شريحة من البكتيريا مصبغة تحت المجهر اللي هي تكون واضح أنه هي جرام بوزيتيف. مستعمرات بكتيريا اس اوريس على الوسط الصلب تكون ذات لون رمادي او اصفر ذهبي غامق. بكتيريا الاس ابيدرمدس مستعمراتها عاده تكون رماديه اللون الى بيضاء، اما تكون رماديه او بيضاء. هاي وين؟ في حاله العزل الاولي. مثل ما تشوفون بالصوره، هذه هي مستعمرات الاس اوريس اللي تكون لونها أصفر إلى ذهبي. إذا تلاحظون المستعمرات المفردة يكون شكلها دائري مرتفعة قليلا ولماعة. موضوع آخر هو خصائص نمو بكتيريا المكورات العنقودية Growth Characteristics. المكورات العنقودية تنتج الكاتاليز، إنزيم الكاتاليز. هذا الإنزيم إنتاج البكتيريا ستافيلوكوكساي لهذا الإنزيم يميزها عن الستريبتوكوكساي. إذا الشيء اللي يميز الستريبتوكوكساي عن الستافيلوكوكساي هو إنتاج الستافيلوكوكساي لإنزيم الكاتاليز. الستافيلوكوكساي تخمر السكريات بشكل بطيء وتنتج لاكتيك أسيد، ولكن لا تنتج الغاز. إذا هي تخمر السكريات بشكل بطيء وتنتج نتيجة هذا التخمر هو اللاكتيك أسيد، لكن لا تنتج غازات. بكتيريا ستافيلوكوكساي الممرضة تنتج العديد من المواد الخارجية اكسترا سيلير او المواد خارج فلوية اكسترا سيلير سبستانسز. موضوع اخر هو مقاومة ستافيلوكوكساي المضادات الحيوية، ستافيلوكوكساي انتي مايكروبيال ريزيستنس. مقاومة المضادات الحيوية شائعة جدا في بكتيريا ستافيلوكوكساي وناتجة عن عدة آليات. الآلية الأولى هي البيتا لاكتيميز برودكشن. البكتيريا تنتج انزيم البيتا لاكتيميز اللي يحطم حلقة البيتا لاكتام الموجودة في البنسلينات، مما يؤدي إلى جعل البكتيريا مقاومة لهذه البنسلينات، لعدة بنسلينات طبعا. في حالة كانت البكتيريا مقاومة لمعظم البنسلينات، يستخدم النافسلين أو الميثسلين أو الأكسسلين. وايضا بعض الستافيلوكوكساي تكون مقاومه لهذه المضادات، ليس بسبب انتاج البيتا لاكتيميز، لكن بسبب ان البكتيريا تحتوي على جينات تشفر لبروتين يسمى لو افينيتي بنسلين بايندينج بروتين. هذا البروتين يؤدي الى ضعف الفه البنسلينات للخليه البكتيريه، يؤدي الى ضعف ألفة البنسلينات للخلية البكتيرية أو يمنع من ارتباطها بالخلية البكتيرية. طبعا الأنتي بايوتيك لازم يرتبط بالخلية حتى يكون فعال، فهذا البروتين الناتج عن البكتيريا يقلل من ارتباط البنسلينات بالخلية البكتيرية. الآلية الثالثة من آليات مقاومة المضادات الحيوية في الستافيلوكوكساي هو زيادة تصنيع الجدار الخلوي. طبعا زيادة تصنيع الجدار الخلوي يؤدي إلى عدم دخول أو قلة دخول المضاد الحيوي إلى داخل الخلية البكتيرية.
وكذلك التغيرات في الجدار الخلوي اللي تمنع أن يكون المضاد الحيوي فعال. الآلية الرابعة هي تكون متوسطة بواسطة البلازميد، يعني توسطها هاي الآلية البلازميد اللي تكون البكتيريا بيه مضادة للتتراسايكلينات والأثروميسينات والأمينو جلايكوسايدز. أكو فد حالة أنه مو تكون البكتيريا مقاومة، لا تكون توليرانت أو متحملة. حالة التوليرانس أو التحمل يعني الستافيلوكوكساي inhibited by a drug but not killed by it، يعني تثبط أو يقل أو يضعف نموها بواسطة المضاد الحيوي لكن لا يؤدي إلى قتلها. الإنزيمات والسموم. بكتيريا الستافيلوكوكساي تسبب المرض لسببين. السبب الأول قدرتها على التضاعف والانتشار بشكل كبير داخل الأنسجة، يعني مجرد البكتيريا تتضاعف تتكاثر وتنتشر بالأنسجة، هذا يؤدي إلى نشوء المرض. السبب الثاني قدرتها على إنتاج الكثير من المواد خارج الخلوية اكسترا سيلولار سبستانسز. بعض هذه المواد تكون هي انزيمات والبعض الآخر تكون سموم أو تاكسنز. بالحديث عن الانزيمات والتوكسينات عندنا سؤال بسيط اللي هو What is the difference between enzymes and toxins؟ الفرق بين الانزيم والتوكسين، شنو السبب اللي خلينا نقول هاي المادة انزيم وهاي المادة توكسين؟ أتمنى كل طالب يبحث بنفسه ويعرف الجواب ويشاركنا به بشكل أشبه بنشاط ضمن المحاضرة. نتكلم بالتفصيل عن الانزيمز and toxin produced by staphylococci. أول واحد هو انزيم الكاتاليز. مجموعة المكورات العنقودية تنتج انزيم الكاتاليز اللي يحول الهيدروجين بيروكسيد إلى ماء وأكسجين. الكاتاليز تيست أو فحص الكاتاليز اللي نجريه على هاي البكتيريا يميز لي بين الستافيلوكوكساي مجموعة المكورات العنقودية والستريبتوكوكساي أو المكورات المسبحية، بحيث تكون مجموعة الستافيلوكوكساي موجبة للكاتاليز ومجموعة الستريبتوكوكساي سالبة لفحص الكاتاليز. الإنزيم الآخر اللي تنتجه مجموعة الستافيلوكوكساي هو الكوأجوليز. الأسأرياس تنتج كوأجوليز خارج خلوي أكسترا سيلور كوأجوليز. هذا هو بروتين شبيه بالإنزيم يؤدي إلى تخثر بلازما الدم. إنتاج الكوأجوليز بهاي البكتيريا هو مرادف لقدرة البكتيريا على غزو الأنسجة. السبب لأنه الكوأجوليز يؤدي إلى ترسب مادة الفايبرين على سطوح الخلية البكتيرية أو على سطوح الخلايا البكتيرية. الفايبرين هو تكون من الفايبرينوجين بفعل إنزيم الكوأجوليز. من يترسب على سطح الخلية البكتيرية يؤدي إلى منع هضمها بواسطة الخلايا الهاضمة أو الخلايا الملتهمة الفاجوسايتيك سيلز. المادة الأخرى اللي تنتج بواسطة الأسوريوس هو كلامبينج فاكتور أو عامل التكتل. عامل التكتل هذا عكس إنزيم الكوأجوليز. الكوأجوليز هو أكسترا سيلولار خارج خلوي ينتج بواسطة البكتيريا إلى خارج الخلية البكتيرية، لكن الكلامبينج فاكتور أو عامل التكتل يكون سيل وول باوند مرتبط بالخلية. هذا العامل هو المسؤول عن التصاق الخلية البكتيرية للفايبرينوجين والفايبرين. عندما يمزج هذه المادة عندما تمزج مع البلازما فإن بكتيريا الأسأرياس تكون تكتلات كلامبز. النوع الآخر من المواد اللي تنتجها الأسأرياس هو الهيمولايسينز أو الحالات الدموية، المواد التي تحلل الدم. هيمولايسينز معناها الحالات الدموية، هيمو الدم بالأغريقية
واللايسينز من كلمة لايسز التحلل. بكتيريا اس اريس تمتلك أربعة أنواع من الهيمولايسينز. أولا الألفا هيمولايسين، الحال الدموي ألفا، يعمل على مدى واسع من أغشية الخلايا حقيقية النواة، يؤدي إلى تخريب أغشية مدى واسع من الخلايا حقيقية النواة. ثانيا البيتا توكسين، يحطم مادة سفنجومايلين. هاي مادة سفنجومايلين هي عبارة عن سفنجوليبيد، نوع من أنواع الدهون الأسفنجية. لذلك عندما يؤدي إلى تحطيم مادة سفنجومايلين فهو يكون سام توكسيك، سام لعدة أنواع من الخلايا، من ضمنها خلايا الدم الحمراء أو كريات الدم الحمراء اللي عند الإنسان، لأنه كريات الدم الحمراء بأغشيتها البلازمية توجد مادة السفنجومايلين. النوع الثالث من الهيمولايسينز هو الدلتا توكسين، وهذا وظيفته هو تعطيل الأغشية البيولوجية لعدة أنواع من الخلايا، ويعتقد أن له دور في حالات الإسهال الناجمة عن الإصابة ببكتيريا الأسوريس، مثلا حالات التسمم الغذائي. وأخيرا هو الجاما هيمولايسين، وهذا دوره يكون هو تحليل خلايا الدم البيضاء. النوع الآخر من الإنزيمات والسموم التي تنتجها المكورات العنقودية هو سوم بانتن فالنتين ليوكوسيدين، اختصارا PVL. هذا عبارة عن توكسين أو سم ينتج بواسطة بكتيريا اس اوريس، ويشفر له عن طريق الفيروسات البكتيريا أو الفيجز، موبيل فيج. هذا السم قادر على قتل خلايا الدم البيضاء. لازلنا بالسموم والإنزيمات اللي تنتجها مجموعات أو بكتيريا ستافيلوكوكوس أوريس. النوع الآخر هو إكسفولياتيف توكسينز. هذه هي مجموعة من السموم المحللة للبشرة، إبيديرمولايتيك توكسينز، تنتج بواسطة بكتيريا ستافيلوكوكوس أوريس. هذا السم أو هاي السموم تتكون من بروتينين لهما نفس الوزن الجزيئي. البروتين الأول هو إكسفولياتيف توكسين A، واللي يشفر إلى عن طريق الفيروسات البكتيرية، ويكون هيت ستيبل، أي مقاوم للحرارة. والبروتين الثاني هو إكسفولياتيف توكسين B، اللي يشفر إلى عن طريق البلازميدات، ويكون هيت لابايل، أي حساس للحرارة. هذه الإكسفولياتيف توكسينز هي السبب في حالة تقشر الجلد في متلازمة الجلد المصموط أو متلازمة الجلد المحروق اللي نسميها Staphylococcal Scalded Skin Syndrome. هاي الحالة المرضية ناتجة عن الإصابة ببكتيريا Staphylococcus aureus وتصيب الأطفال حديثي الولادة، مثل ما تلاحظون بالصورة الجلد أشبه بالمحروق، لكن هذا هو محرق. هي إصابة بالستافيلوكوكوس أوريس بسبب إنتاجها للإكسفولياتيف توكسينز، اللي شو سوى هاي الإنزيمات؟ Dissolving the mucopolysaccharide matrix of the epidermis، تذيب مادة ميوكوبوليساكرايد في البشرة. السم الآخر هو Toxic Shock Syndrome Toxin، سم متلازمة الصدمة التسممية. هذا السم ينتج في متلازمة الصدمة التسممية، وهذه المتلازمة هي مجموعة من الأعراض والاستجابات اللي تحدث بالاستجابة إلى الإصابة ببكتيريا Staphylococcus aureus عندما تدخل إلى مجرى الدم وتطلق سمومها. من هذه السموم هو Toxin 1 TSST1، اللي هو يكون مشابه للإنتيروتوكسين F اللي راح نتحدث عنه بعد قليل. السموم المعوية Enterotoxins
يوجد 15 نوع من الانتيروتوكسينز حسب الحروف الأبجدية من A إلى E ومرة أخرى من G إلى B. تقريباً 50% من سلالات Staphylococcus aureus تنتج هذه السموم. الانتيروتوكسينز أو السموم المعوية تكون مقاومة للحرارة هيتستيبل ومقاومة لأحماض وإنزيمات المعدة. هذه الانتيروتوكسينز هي سبب مهم من أسباب التسمم الغذائي. الانتيروتوكسينز تنتج عندما تكون بكتيريا ستافيلوكوكوس أوريوس نامية في مواد غذائية سكرية أو بروتينية. هضم كمية قليلة جدا قد تصل إلى 25 مايكروغرام، وهذه الكمية قليلة جدا، من انتيروتوكسين بي يؤدي إلى التقيؤ والإسهال، وهي الأعراض النمطية للتسمم الغذائي. يعتقد أن سبب التقيؤ في حالة التسمم الغذائي عن طريق بكتيريا ستافيلوكوكوس أوريوس هو بسبب الخاصية المقيئة emetic effect of enterotoxins. اللي شنو يحدث بها؟ أنه هذا السم يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، بالتحديد مركز التقيؤ vomiting center، مما يؤدي إلى تحفيز حالة التقيؤ، لأنه هذا السم يؤثر على المستقبلات العصبية في الأمعاء وينقل بعدين هذا التأثير إلى الجهاز العصبي المركزي لتحفيز البومتينج سنتر، وبذلك تحدث حالات التقيؤ المرافقة للتسمم الغذائي. الإكسفولاتيف توكسينز TSST1 والإنتيروتوكسين، هذه جيناتها تكون محمولة على الكروموسوم في منطقة معينة نسميها الباثوجينستي آيلاند، وهي تحدثنا عنها في محاضرة سابقة اللي هي الميكروبيال جينيتكس. نتكلم أيضا في هذه المحاضرة عن أمراضية بكتيريا ستافيلوكوكساي Pathogenesis of Staphylococci. بعض البكتيريا المكورات العنقودية تكون نورمال فلورا، أي موجودة في جسم الإنسان دون أن تسبب أمراض. مثال البكتيريا اللي موجودة على الجلد اللي هي Staphylococcus epidermidis، من اسمها epidermidis يعني موجودة على طبقة الإبيدرمس أو البشرة الخارجية. أيضا بكتيريا ستافيلوكوكساي موجودة بشكل طبيعي على الملابس، على الأسرة، وأيضا على كل الأشياء اللي يتعامل معها الإنسان في بيئته. مثل ما تحدثنا في وقت سابق من هذه المحاضرة أن أمراضية بكتيريا ستافيلوكوكوس أوريوس تأتي لسببين. السبب الأول هو قدرتها على إفراز مواد خارج خلوية extracellular factors اللي منها السموم والإنزيمات. تكلمنا عن السموم والإنزيمات باعتبارها extracellular factors، بالإضافة إلى العالم الآخر. العامل الآخر هو invasive properties of the strain، مجرد نمو البكتيريا وتضاعفها هو يولد استجابة مرضية. بكتيريا Staphylococcus aureus تعتبر pathogenic and invasive، تعتبر بكتيريا ممرضة بسبب إنتاجها لمواد خارج خلوية منها الكوغوليز. مواصفاتها أنه تنتج صبغات صفراء أو قلنا golden yellow، ذهبية مصفرة، وتكون hemolytic محلل الدم. بينما non-invasive أو non-pathogenic S. epidermidis are coagulase negative، لا تنتج انزيم الكوغوليز، وتكون non hemolytic غير محللة الدم. إذا صفة تحلل الدم وإنتاج الكوغوليز اللي يخثر البلازما هي فقط تكون مرافقة للبكتيريا الممرضة وليس غير الممرضة. بكتيريا Staphylococcus lactinensis تسبب أمراض تكون عادة مشابهة للأمراض اللي تسببها Staphylococcus aureus، بسبب انها تتشارك معها في الفينوتايبك كاركترستكس او الصفات المظهريه، منها تحلل الدم وانتاج كلامبنج فاكتور عامل التكتل. بينما بكتيريا ستافيلوكوكس سابرافاتيكاس
عادة تكون نون بيجمنتد، غير مصبغة، ليس لها، لا تكون ألوان في الوسط. نوفا بايسين ريزيستنس، مقاومة للنوفا بايسين، and نون هيمولايتيك، غير محللة للدم، وتسبب أمراض أو تسبب التهابات القناة البولية urinary tract infections، وين؟ في النساء اليافعات. موضوعنا الآخر هو حالات الوجود السريري للإصابة بالمكورات العنقودية. الإصابة الموضوعية ببكتيريا المكورات العنقودية عادة تظهر على شكل بثور أو إصابة بصيلات الشعر أو الخراجات. عادة في حالة البثور كما هو موضح في هذه الصورة على اليمين، تكون الالتهاب على شكل منطقة التهاب مؤلمة، وفي الوسط منطقة نسميها Separation Center اللي هي مركز التقيح. هذه الحالة ممكن شفائها بسهولة جدا بعد فتح البثرة وتصريف المادة المتقيحة بداخلها. عند فتح البثرة وتصريف المادة المتقيحة يجب أن تبقى الجدار المحيط بهذه البثرة يبقى سليم، لأنه مكون من الفايبرين ويمنع انتشار الكائن الممرض، البكتيريا يمنع انتشارها إلى مناطق أخرى. لذلك اللي نشوف اللي بوجههم أكو بثرات ويتلاعبون بيها راح تنتقل إلى مناطق ثانية وتنتشر هذه البثرات بسبب تحطيم the wall of fibrin أو جدار الفايبرين المحيط بالبثرة. أيضا ممكن أن تحدث إصابة بالمكورات العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus عن طريق تلوث الجروح، مثل تلوث ما بعد العمليات الجراحية A post-operative staphylococcal wound infection، أو ما بعد الرضوض كما يحدث في chronic osteomyelitis اللي يحدث هو التهاب الكسور، أو في حالة التهاب ذات السحايا ما بعد كسور الجمجمة. كل الحالات اللي سبق ذكرها هي البكتيريا لسه ما وصلت إلى مجرى الدم، لكن إذا وصلت البكتيريا إلى مجرى الدم راح تحدث عندنا حالة بكتيريميا اللي هو تسمم الدم أو إنتان الدموي البكتيري، وأيضا قد تصل إلى الأعضاء الداخلية وتسبب أمراض بعد أن تستقر في هذه الأعضاء الداخلية. التسمم الغذائي بواسطة المكورات العنقودية هو بسبب إنتاج هذه البكتيريا للإنتيروتوكسين أو السموم المعوية. شنو اللي يميز التسمم الغذائي بهذه البكتيريا؟ إنه فترة حضانته قصيرة نسبيا اللي هي 1 إلى 8 ساعات، يعني بعد تناول وجبة ملوثة بالمكورات العنقودية بعد ساعة إلى 8 ساعات قد تظهر حالة التسمم الغذائي اللي أعراضها تكون violent nausea اللي هي حالة غثيان شديدة، vomiting تقيؤ، و and diarrhea اللي هي حالة الإسهال والتقلصات السريعة للبطن. لكن اللي يميزه أنه لا توجد حالة حمى في هذا التسمم الغذائي. الحالة السريرية الأخرى هي التوكسيك شوك سيندروم اللي حكينا عنها قبل قليل بهاي المحاضرة، اللي هي قلنا شنو هي؟ مجموعة الأعراض وردود الفعل نتيجة وجود البكتيريا في مجرى الدم وإطلاقها السموم. هذه الأعراض هي حمى شديدة high fever، vomiting تقيؤ، دياريا إسهال، myalgias اللي هي الآلام العضلية، scarlet uniform rash اللي هو الطفح القرمزي، و hypotension انخفاض ضغط الدم. وفي الحالات السريرة في الحالات الشديدة جدا قد تؤدي إلى cardiac and renal failure اللي هي الفشل القلبي والكلوي. طرق تشخيص بكتيريا المكورات العنقودية في المختبر في الحالات المرضية طبعا. أول طريقة هي أخذ العينات. في حالة أي إصابة بكتيريا أول طريقة للتشخيص هي أخذ العينات من مكان الإصابة. مكان العينة يختلف حسب مكان الإصابة، بما أن البكتيريا تسبب إصابات متعددة الأنواع، منها اللي تكون على الجلد، منها تكون بالدم، منها تكون بالأنسجة، فحسب مكان الإصابة تتنوع طريقة أخذ العينة. فإذا كانت على الجلد
في حالة البثور والخراجات يؤخذ مسحة من القيح باص أو من السوائل المترشحة من الخراجات أو من الدم في حالة التسمم الدموي أو من داخل القصبة الهوائية، السوائل اللي داخل القصبة الهوائية الاندونازال تراكيال اسبيرات أو من البلغم في حالات الإصابات الأخرى أو من السائل الشوكي مزرعة أو زرع السائل الشوكي بالاعتماد مثل ما قلنا على منطقة الإصابة. الطريقة الثانية بالتشخيص هي المسحات سميرز. نأخذ مسحة ونصبغها بصبغة جرام، طبعا بكتيريا للمكورات العنقودية جرام بوزيتيف أي موجبة لصبغة جرام. في هالحالة مو نأخذ عينة من المزرعة اللي مزروعة على الوسط الزرعي، لا نأخذ القيح أو البلغم ونضعها على سلايد ونسوي تفاعل صبغة جرام ونشوف تفاعلها يكون إيجابي. بهذه الطريقة، طريقة أخذ المسحات، ما راح نقدر نميز البكتيريا الممرضة اللي هي الستافيلوكوكوس أوريوس عن غيرها، مثلا ستافيلوكوكوس إبيتيرميدس، ما راح نقدر نميزها لأنه تكون متشابهة مظهريا بشكل كبير. الطريقة الثالثة لتشخيص البكتيريا بالمختبر هو عمل المزارع أو زراعة البكتيريا على أوساط زرعية. نأخذ العينات ونزرعها على بلاد أجار أو أجار الدم خلال 18 ساعة أو بعد تحضين المزرعة لمدة 18 ساعة بدرجة حرارة 37 مئوية نتوقع تظهر المزارع. في هالحالة نقدر ندرس الشكل المظهري لمزارع البكتيريا أو المستعمرات البكتيريا، لكن إذا أردنا نشوف تحلل الدم أو الصبغات إنتاج الصبغات ما راح تظهر خلال 18 ساعة، لازم ننتظر عدة أيام، ودرجة الحرارة أيضا تختلف، مو 37 عن درجة حرارة الغرفة اللي هي 20 إلى 25 مئوية. أيضا راح نلاحظ أنه بكتيريا ستافيلوكوكوس أوريوس تحلل المانيتول، لكن غيرها أي نوع ثاني ما راح يحلل المانيتول. أخذنا العينات حسب مواقعها وزرعناها، ما راح تظهر العينات نقية، ما راح نحصل فقط على البكتيريا الممرضة، راح نحصل على البكتيريا الممرضة ومعها النورمال مايكروبيوتا البكتيريا غير الممرضة. بهالحالة شلون نفرق بيناتهم حتى نحصل على مزرعة نقية؟ نضيف للوسط NaCl اللي هو ملح الطعام بتركيز 7.5%. بهالحالة راح يصير هذا الملح الطعام يثبط نمو البكتيريا النورمال فلورا أو النورمال مايكروبيوتا الغير ممرضة، ويسمح فقط للبكتيريا الممرضة اللي هي ستافيلوكوكوس أوريوس بالنمو. فالطريقة تفريقية حتى نحصل على مزرعة نقية. طريقة التشخيص الرابعة هي فحص الكاتاليز، الكاتاليز تيست. شلون نجري هذا؟ ناخذ سلايد ونخلي عليه 3% تركيز 3% من الهيدروجين بيروكسايد، وناخذ جزء صغير من المزرعة البكتيرية ونخليها مع الهيدروجين بيروكسايد. فإذا ظهرت فقاعات بعد فترة معينة، إذا ظهرت فقاعات معناها نتيجة الفحص بوزيتيف، أنه هاي البكتيريا تنتج إنزيم الكاتاليز. الكاتاليز شو يسوي؟ يحلل هيدروجين بيروكسايد إلى ماء، يحلل هيدروجين بيروكسايد إلى ماء زائدا أكسجين، لذلك تظهر فقاعات formation of bubbles. الاختبار الخامس لتشخيص البكتيريا هو الكوأجوليز تيست، فحص الكوأجوليز. ناخذ الستريتد بلاد دم الأرنب أو دم الإنسان المضاف إلى الستريك أسيد أو الصوديوم ستريت. هاي المادة الصوديوم ستريت أو الستريك أسيد حتى تمنع تخثر الدم، هذا الدم يكون مخفف 5 مرات، نمزجه مع كمية مساوية من المزرعة البكتيرية السائلة. يعني إذا أخذ 1 مل من الستريتد بلاد أخذ 1 مل من المزرعة السائلة، نخلي المزيج بالحاضنة
على درجة 37 مئوية ضمن مدة ساعة إلى 4 ساعات. إذا صار عندي تخثر معناها النتيجة بوزيتيف. معنى النتيجة بوزيتيف شنو؟ أنه هاي البكتيريا تنتج إنزيم الكوأجوليز اللي هو أحد عوامل ضرورة البكتيريا أو خطورة البكتيريا، معناها البكتيريا ممرضة. الفحص الآخر هو susceptibility testing أو اختبار الحساسية، حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية. عندنا طريقتين، أما ناخذ المحلول المضاد الحيوي ونمزجه مع المزرعة السائلة، أو ناخذ قرص مضادات حيوية ونشوف انتشاره بالوسط وحساسية البكتيريا إلى حسب البروتوكول المستخدم. إذا كانت نتيجة فحص الحساسية موجبة بالنسبة للبنسلين جي، معناها البكتيريا تنتج بيتا لاكتاميز. هذا البيتا لاكتاميز هو اللي يحطم مضادات البيتا لاكتام، معناها البكتيريا مقاومة. تقريبا 90% من البكتيريا الستافيلوكوكوس اوريوس تكون مقاومة للبنسلينات جي، لأنه تنتج بيتا لاكتاميز، إنزيم البيتا لاكتاميز. وأيضا المقاومة للنافسلين اللي هي الأوكساسيلين والميثسيلين تحدث بنسبة 65% ضمن البكتيريا الممرضة ستافيلوكوكوس اوريوس، و75% من الستافيلوكوكوس ابيدرمالس. وعندنا أخيرا السيرولوجيك اند تايبينج تيست، اللي هي قياس نسبة الاستجابة المناعية لوجود بكتيريا ستافيلوكوكوس اوريوس، اللي هي إنتاج الأجسام المضادة لبكتيريا ستافيلوكوكوس اوريوس. هذه الطريقة قليلة الأهمية في حالة تشخيص هذه البكتيريا إذا توفرت الفحوصات الأخرى. آخر موضوع بهذه المحاضرة هو علاج الأمراض الناتجة عن الإصابة بالمكورات العنقودية. أول طريقة هي استخدام الأنتيبيوتكس أو المضادات الحيوية. عادة الطبيب يوصف مضادات حيوية لعلاج الإصابات ببكتيريا الستافيلوكوكوس، ومنها السيفالوسبورينات، النافسلين وما شابه من مضادات حيوية، السلفا دراجز أو الفانكومايسين، بعد إجراء اختبار الحساسية طبعا. الطريقة الثانية للعلاج هي في حالة الإصابات الجلدية كالدمامل و البثور والخراجات، هو الواند درينج اللي هو تصريف الجروح. يقوم الطبيب بعمل شق في البثرة وتصريف السوائل والقيح المتجمع في داخل البثرة. الطريقة الثالثة في العلاج هي إزالة الأجهزة. في حال كانت هناك أجهزة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، الأطراف الاصطناعية، وحدثت إصابة بالبكتيريا المكورات العنقودية، هنا يجب إزالة هذه الأجهزة، وأحيانا هذه الأجهزة قد تحتاج إلى عملية جراحية لإزالتها.